عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق على مستوى المدن الجديدة وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل.